الاحتفال بمولد خير الانام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في مصر مش مجرد يوم وبيعدي، احنا بنتكلم على احتفالات بتستمر لمده شهر كامل، بتقام فيها كل اشكال الاحتفالات في قرى ومدن مصر المختلفه. النهارده وتحديدا من خلال الفقره دي بنحتفل مع كل حضراتكم بمولد النبي عليه الصلاه والسلام بفقره مع منشد، وكمان هو اهلاوي جدا، هنحكي معاه ونسمع منه ونشوده في حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا النبي اللي المفروض كلنا نتحلى باخلاقه ونهتدي بهديه. الفقرة المرة دي هتكون مختلفة، ان كمان هتبقى حلة فيها البركات وفرصة عظيمة بالنسبة لنا كلنا ان احنا نكسب اجر وثواب الصلاة على سيدنا النبي عليه وعلى اله افضل الصلاة والسلام. رحبوا معايا بضيفنا احمد صلاح المنشد الديني. صباح الفل يا احمد، منور. صباح النور استاذ كريم، طيب وحضرتك بخير وسعادة. انا طبعا بتشرف ان انا موجود معاكم وحضرتك مع الاستاذ نهوان، وانا طبعا مبسوط ان انا موجود في بيتي النادي الاهلي، قناة النادي الاهلي. كرافات حمراء النهارده طبعا نورنا حقيقي يا استاذ. مايك احمر بيرد على الكرافات الحمراء وشغل عالي، ده دليل على حب للنادي الاهلي طبعا. بيسعدنا دايما اكيد نسمع حاجه زي كده. وهنبدا معاك واكيد هنتكلم عن مواضيع كتيره جدا، ويعني ومش هخش قوي في السيره النبويه، بس كده في برضو مواقف حابين ان احنا اكيد نتكلم عنها ونركز عليها في الفقره دي. بس بدايه، علاقتك بالانشاد الديني ابتدت ازاي؟ لان في ناس مش فاهمه، هل الانشاد الديني ده نوع معين يعني من الغناء، او بيصنف ايه بالظبط؟ وهل اي حد يقدر ان هو يبقى مثلا صوته حلو ينشد انشاد ديني، ولا ازاي بتكون؟ هو بدايتي كانت ان انا كنت اصلا في البدايه من وانا صغير كنت بغني طرب، بحب الست ام كلثوم، الاغاني اللي هي الكلاسيكيه القديمه، لغايه ما انا سمعت المسلسل بتاعها بصراحه، فلقيتها ان هي اصلا في البدايه كانت بتقول موشحات وبتمدح في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في القرى والكفور طبعا وهي صغيره. فانا قلت طب انا ليه ما استغلش الموهبه دي في حاجه كويسه، ان انا يعني ما فيش احسن من الثناء على الله، ما فيش احسن من مدح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فابتديت التجربه، الكلام ده من 12 سنه، يعني انا حاولت انشاد بقالي 12 سنه ومريت بعده فرق انشاد ديني، وحاليا انا في فرقه الروضه للانشاد الديني. وطبعا ممكن اي حد يبقى منشد بس يكون حابب ده، بس الانشاد اصعب من الطرب. ما عشان كده انا سمعت يعني فعلا الانشاد اصعب كتير. طبعا الانشاد عايز تبقى مطرب كويس، انشد وتعلم مقامات موسيقية. أقوى المطربين هم اللي كانوا خلفيتهم إنشاد ديني وحافظين للقرآن الكريم، يعني أقواهم على الإطلاق، دايما بتلاقي إن خلفيتهم كده. طبعا يعني خير دليل الست أم كلثوم، ما هي في الأول كانت بتقول موشحات، بعد كده ما شاء الله صوت حنجرة، يعني ما شاء الله حاجة يعني كويسة جدا، يعني ده دليل على إن الإنشاد قوي جدا. غير إنه قوي، هو كله بركة. فأنا عايز أعرف منك، لما تحولت للإنشاد الديني من 12 سنة فاتوا، إيه اللي استجد في حياتك وفي شخصيتك نتيجة انغماسك في مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ حسيت إن أنا بعمل حاجة روحانية حلوة قوي، يعني أنا كنت بطلع الحفلة يعني حاسس إن أنا رايح فرحي، يعني حاسس إن أنا رايح حاجة كويسة جدا. عارف أنت حضرتك، أنا لما بقول إنشودة أنا أصلا بسرح، وبيبقى في حاجة روحانية إن أنا بمدح الرسول، إن أنا يعني بثنى على الله، فدي حاجة كويسة جدا. وبعدين الإنشاد الديني، أستاذة نهوان كانت قالت الإنشاد، الناس حابة تعرف الإنشاد. الإنشاد الديني هو يعني كونسبت معين أو عنوان كده اسمه الإنشاد الديني. له فروع. أول فرع الإبتهالات، تمام؟ تاني فرع الموشحات، في موشح. تالت حاجة الإنشاد الديني برضو. واحنا في مصر من قديم الأزل عندنا أساطير في الثلاث فروع دول. طبعًا طبعًا أنا طبعًا بحب الشيخ طه الفاشني جدًا، الشيخ نقشبندي. النقشبندي أنا بحبه. الشيخ محمد عمران، أصلًا دول يعني المدارس اللي أنا بحبها جدًا، إن أنا اتعلمت منها حاجات كتير جدًا، وما زلت بتعلم منهم، لأن الناس دي فعلًا أساطير ويستحقوا إن احنا نحيي التراث بتاعهم، ودي حاجة كويسة جدًا يعني.